من دبي ينضم إلينا مازن العليوي الكاتب والمحلل السياسي. سيد مازن، يعني أولا ماذا عن توقيت عقد هذا الاجتماع برأيك؟ هذا التوقيت يأتي في فترة ربما نقول تتزامن مع مرور عام على بداية الأزمة مع قطر وإعلان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للمقاطعة إلى آخره. قبل أيام صرح وزير خارجية البحرين بأن الطرق يبدو أنها مسدودة بسبب التعنت القطري، وأيضا صرح أكثر من مرة وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قلقاش وزير الإماراتي بدعوة قطر إلى لغة العقل والحكمة والتهدئة والعودة إلى التفكير العقلاني المنطقي لكي تحل الأزمة. كل ذلك لم يقابل بصورة إيجابية من قبل قطر، لذلك أعتقد وبعد مرور عام على أو ما يقرب من عام من الأيام على بداية هذه الأزمة، الآن يفترض أن يتم التعاطي معها برؤية مختلفة، بصورة أخرى. ربما فكرة انضمام دول أخرى إلى الدول المقاطعة والداعية لمكافحة الإرهاب ستكون مسألة ضاغطة أكثر على قطر كي تنصاع للغة العقل وتعود إلى المطالب 13 وتبدأ بتنفيذها واحدا تلو آخر. المسألة ليست أمام توسعين، يعني أولا التوسع في الأطراف المنضمة، برأيك ما هي أبرز الدول التي قد تكون مرشحة للانضمام إلى هذا التحالف؟ لا أستطيع التحديد، لكن أرجح وربما بعض الدول المغاربية، ربما من بلاد الشام يأتي انضمام، قد تكون إحدى دول بلاد الشام. لكن الاجتماع الحالي عمليا أعتقد أنه سيرسم بوصلة إعلامية لكيفية التعاطي مع الأزمة القطرية أو مع هذا التعنت القطري. وجود وزراء إعلام للدول الأربع، ووجود نخبة مفكرين، ووجود الشيخ محمد بن زايد أيضا بثقله المحلي والإقليمي والدولي، الشيخ محمد طبعا له وزنه ووضعه، هذا الزخم الكبير الإعلامي برعاية كبيرة أعتقد أنه سوف يحدد وجهة إعلام. في الإمارات ليست المسألة مسألة إملاء بقدر ما هي مسألة حوار، هنا سيحدث حوار كيف سنتعاطى مع هذه الأزمة بعد مرور عام. طبعا طيب. قطر في بإعلامها وجهته بصورة ليست نقية، ليست بريئة، حاولت أن تطعم بشخصيات إماراتية كثيرة، بشخصيات سعودية، بشخصيات بحرينية إلى آخره. لكن التعاطي الإعلامي في دول الخليج أو الدول المقاطعة والداعية لمكافحة الإرهاب هل تتوقع أيضا أكثر وعيا ليس فقط وحرصا على بقاء روابط الأخوة؟ نعم، هل تتوقع أيضا ليس فقط أن يعني يكون التوسع من خلال الدول التي تنضم إلى الرباعي، لكن أيضا من خلال أجندة الرباعي بمعنى آخر، الحديث عن دول أخرى تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وأعني هنا الحديث عن إيران، عن حزب الله وما شابه. مسألة حزب الله وإيران طبعا بعد القرارات الأمريكية الأخيرة أصبحت مسألة واضحة للعالم كله وليس لدول المنطقة، بالتالي إصرار قطر على موقفها من إيران ومن حزب الله سوف ينعكس حكما سلبا على علاقاتها مع دول العالم بمختلف القارات. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة لم تعلن إعلانها الأخير بخصوص إيران ودعم الإرهاب وإدراج حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية وما إلى ذلك من وشروط، وضعت شروط أيضا لإيران كي تعود إلى الوضع السوي للدولة العقلانية الواعية. إيران طبعا مصنف الآن ضمن الأجندة الحالية ضمن للولايات المتحدة هي دولة إرهابية وفق هذه الشروط التي طلبت منها أن تلتزم بها. بنفس الوقت إيران لم تلتزم بقرار مجلس الأمن 2216 حول وضع اليمن، هي ما زال تزود الحوثيين بالسلاح. إذن لا مبرر أبدا لقطر كي تبقى على علاقات إيجابية مع إيران، أن تصدر تهنئات من قطر لروحاني بمناسبة استلامه بعد الانتخابات أو تبريكات برمضان إلى آخره، هذا غير منطقي الآن في هذه الظروف بالذات. هو يصدر كأنه تصرفات صبيانية استفزازية، الدول أعقل من أن تستفز مثل ذلك. لذلك هم يجتمعون غدا لوضع
رؤية ما في التوجه الإعلامي، وأعتقد أنها ستكون رؤية ناضجة وواعية ومؤثرة وفاعلة أيضا. نعم، إذن من دبي السيد مازن العليوي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك.